عاود المجيه لك مزيان قلب البريفوز دبر الغسيون مثل واي فلتي تقيل فتل سحالي قول نزيد ونقول يزيك وقع قاعدة تتونيك ونن نشوي سفدي فزينا لهم قلو زاد عينيهم للردو واحد ورا واحد جو والله غاغي يا قلبو من النجوم ومن الحساب بالتربة قاليهم الباب اللي غني واللي يشتح واللي ماتل فوق المسل خميس حما وزيد عبو عصام وإياد مشتاق وغرسة ثومية حصلوا في الرجاء الرين اللي يبكي واللي يصيح واللي شاهد واللي يطيح من هذا حزب الأمير الكل يقف للزلزال قول لك حاجة لك حمل همامي انت زلزال ضيع أولا هذا الزلزال يتم داخل خطورة شرعية لذلك فالزلزال هو مناد جميع صحة شريبتكم ومرحبا بكم في حلقة جديدة من الزلزال ضحايا اليوم هم زوج فنانات تونسيات متميزات نبيها كراولي ما تضيعنيش بكلامك وهبالك موني رحم واجهة رمضان اللي فات التمساح نبيها كراولي اللي وصلت لولا الاستوديو كانت مرفوقة بأخت وجات على أساس تسجيل حوار مع هيدي زعيم يخص مسيرتها الفنية وأهم أعمالها نبيها بدأت تغني وتزامن توسطها الأولى مع حدوث الرجة الصغيرة غني لي شوي شوي غني لي وخداي ناي غنيلي شوي شوي غنيلي وخداي ناي شنو اللي تحرك؟ شفامة حسيت هكا الطاولة تحرك حسيت لي حسيت ولا لي ايش حسيت انت حسيت الدنيا ترجت انا حسيت الطاوله مشيت وجيت ايوه هو قال انت سبا غادي يا اخي شنو مهبول ما انت انا مهبول يا نتخيل لا لا انا حسيت وانا حسيت حسيت الطاوله مشيت وجيت به نكملوا خذتنا بيها شويه وقت باش تنسى حكايه الرجل وترجع للحوار مع الهادي للمرة الثانية يتزامن غناها مع رجاء أرضية كانت المرة هذه أقوى وأعنف شفتك مرة متعدية تسلب العقول في زينك يا ليلة البية قعد فكري مشغول قعد فكري مشغول الخوف متاع نبيها كان كبير ودخلت فوزية اللي تفاعلت في الكواليس مع اليسار لأختها باش تطلب فتح الباب وإنهاء الزلزال